حرب بدأت واستنفذت آل تارجيريانز كلهم بسبب كبرياء تنين. السلام عليكم. الحلقة العاشرة من هاوس اوف ذا دراجون اتسربت للأسف، وأنا من النوع اللي أنا ما بحبش التسريبات والحلقات المسربة، إلا إني ما قدرتش أقاوم واتفرجت عليها، ويعني خلاص بقى فلازم مين قدر يقاوم إلا ولازم اتفرج عليها. الحلقة كانت رائعة جدا جدا. الحلقة كانت بعنوان بلاك كوين. طبعا الحلقة اللي فاتت كانت مركزة بشكل كبير جدا على الخضر، وبينت لنا قد إيه إن أليسنت ناضجة وبشكل كبير فكريا، وإنها بسبب غلطة خلاص خلت إيجون هو الملك، إنها فهمت غلط كلام الملك فيسيروس وهو بيموت. نيجي الحلقة دي مركزة وبشكل كبير جدا على رينيرا اللي بينت جانب آخر تماما ما بانش أبدا في شخصيتها، وهو جانب النضوج بالفعل. أنا مش عارف هم مركزين بشكل كبير على الموضوع ده، فهي يعني ناضجة وبشكل كبير. لأ أنا مش هبدأ حرب، أنا مش هعمل حاجة، أنا مش هعمل وصية أبويا، أنا مش هبدأ حرب، مش هبقى ملكة الأشز أند بونز، مش يعني مش هدمر الدنيا. أنا ممكن أكسب بالتنانين، بس التنانين مجرد ما بتدخل حرب بتولع الدنيا وبتبهدل الدنيا، فخلاص مش هبقى الملكة دي اللي تدمر شعب بأكمله عشان خاطر هي تبقى موجودة. مش هبدأ أنا الخطوة الأولى في الحرب، وده اللي خلى إعجاب رينيس بيها رهيب جدا، لدرجة إن رينيس أقنعت كورليوس في إن هو خلاص يعني يسبورت هي، خلاص إن هو يدعم الملكة السوداء، يدعم رينيرا، خلاص يدعمها، لأن هو كان عايز خلاص يعني يبقى خلاص موجود كده، يتقاعد يبقى موجود مع أحفاده. خلاص هي اللي أقنعته هو بشكل كبير. زي ما قلنا الحلقة بتبدأ مع لوك، اللي هو خلاص يعني بتنتهي مع لوك برضه، بتبدأ وبتنتهي معاه، ومخاوفه ان هو يبقى مع دريفت ماركو، هي بتتكلم معاه وبتعرفه وتقول له يعني بيقول لها ان بيرفكت، وتقول له انا فار اواي فروم بيرفكت، وكان الحوار ما بينهم كويس جدا. وبعدها دايمون بيسال رينيس السؤال اللي كلنا سالناه الحلقه اللي فاتت، يعني ليه ما حرقتهمش كلهم؟ كان في ايدك تحرقيهم، ليه ما حرقتهمش؟ وردت عليه قالت له مش حربي عشان ابداها. اجابه مقنعه، مختصره ومقنعه، مش حربي، انا مالي، انا مش دعوه بيكم انتوا الاثنين، ده حربكم انتوا الاثنين، حرب من ايجون وما بين رينيرا، انتوا اللي تختاروا تبداوا الحرب دي او ما تبداوهاش. وطبعا ده بيؤدي ان رينيرا طفلها بيجهض، وهي اللي بتجهضه بنفسها، ده بيبين قد ايه انها اتضايقت وغضبها شديد جدا جدا. والروعه في الحلقه الربط ما بين التنين بتاعها، لما هي بتتالم بيجيبوا صوره التنين بتاعها، وفي نفس الوقت المشهد بتاع ديمون اللي هو بيعلم جيس درس في الوفاء، والتنين بتاعه موجود. التنانين هم يعني البوند ما بين التنين والراجل بتاعه كان رائع جدا في الحلقه، بيبين لك قد ايه هو موجود. ده غير ان الموسيقى التصويريه كانت جباره كالعاده، لتاني حلقه تكون الموسيقى التصويريه هي بطله الحلقه من وجهه نظر. خلاص كله بيحاول يستعد للحرب، كله عايز يحارب، دايمون بيعرض عضلاته، احنا عندنا تنانين اكتر منهم، والتنانين وبدا يعدل لها التنانين وبيض التنين اللي معاه، ويعدلها يقول لها ان في تنانين من غير ركاب، وهيعمل لهم وفي ركاب موجودين قصده على بنته اللي ما عملتش تنين لسه. فكله عايز يحارب، لكن رينيرا في دماغها حاجه تانية خالص، واعلنتها وبشكل كبير. والمواجهه اللي كانت ما بين رينيرا وما بين دايمون كانت اكثر من رائعه، وهي بتتكلم معاه وبتقول له يعني السونج اوف ايز اند فاير، وبيقول لها دريمز الاحلام ما خلتناش ملوك، الدراجون هو اللي خلانا ملوك، التنانين اللي خلتنا ملوك، رمز القوه، هو كان جبان كان بيدور على اي حاجه يداري فيها جهله. ورينيرا بتعرف ازاي يعني ليه هو غضب وقال كل ده، بسبب ان هو ما قالوش على سونج اوف ايس اند فاير اللي هو قالها رينيرا. على الجانب الاخر برضو شفنا جانب ما شفناهوش قبل كده من دايمون، هو الحسره على موت ابنه والضيقه، بس ما فيش وقت ان هم يضيعوه في كل الحسره دي. الحلقه كانت هاديه على فكره، ما كانش فيها احداث كتير زي الحلقه اللي فاتت، الا انها حلقه مهمه جدا، فهي بدايه الحرب الرسميه. كل حلقه بنقول بدايه الحرب بدايه الحرب، لا هي
دي بداية الحرب، كان خلاص ايجون اعلنوا والجرينز اعلنوا ان هم خلاص دي بداية الحرب، هيحاربوا يعملوا اي حاجة عشان خاطر يعني يحافظوا على العرش. ورينيرا لا مش عايزة تحارب، ورينيرا لا مش عايزة تحارب، انا عايزة مش انا اللي ابدا بالخطوة الاولى، مش هبقى كوين اوف اشنز اند بونز. وخلاص الخطوة الاولى حصلت بالفعل بسبب كبرياء تنين. مشهد ولا اروع، مشهد ولا اروع. فيجار مع فيجار واراكس، يعني ايمونز مع لوك، والاثنين بيطاردوا كده كان لمجرد بس يعني ايه الفضن. هو ايموند لمجرد الفضن بيرعبه وخلاص. وخلاص عرفنا ان البراسيون يعني اهتموا بالعروض اكتر من القسم، وبالفعل بيعلنوا الولاء لايجون، والايموند هو موجود معاهم. وشفنا ايموند هو بقى هو بيطارد اراكس، ويعني ذكاء لوك في ان هو بيدخل في المنحدرات عشان في جار ضخم وبشكل كبير، الا ان التنين بتاع لوك غلط غلطه كبيره جدا هي اللي ادت لكل اللي هيحصل في الرقصه كلها. يا جدع انت بتعمل نار على مين؟ هو انت بتحارب مين اصلا؟ ده انت يعني الحجم في المشهد هو جايب لك الاثنين فوق بعض كده، انت ما تجيش رجل من رجليك، يعني حبكت يعني تعمل النار وتحرق؟ هتحرق في ايه يعني؟ ده انت ما جيب يعني والله حرفيا فعلا المشهد ما جابش رجله، حجم رجله. طبعا انفجار خلاص يعني كبرياءه، ازاي انت يعني حشره بالنسبه له تيجي بتتحاربني انا وبتعمل لنا؟ لا كله بقى خلاص وضيع الدنيا، وللاسف بيموت لوك، وهنا هيبتدي الرقصه. خلاص احنا شو زي ما بقولت دي، لان ايموند كان واضح بيقول له لا طير طير ما تحاربوش، يعني طير يا فيجار طير. بس خلاص فيجار كبرياءه خدته وقطم لوك بالاراكس بالتنين بتاعه. هنا خلاص ديمون بيقول الخبر وبيقول النبأ لرينيرا اللي يعني نظرتها خلاص، لا انا ما كنتش عايز اخد الخطوه الاولى، انتوا خدتوا الخطوه الاولى ومش اي خطوه، انتوا قتلتوا لي ابني، لا فهتبهدل الدنيا بقى، ومن هنا هتبدا الرقصه. الحلقه كانت نوعا ما رائعه، يعني المشاهد الاخيره اللي فيها حمسني بشكل كبير. شفنا ديمون بيتكلم كتير، اول مره في حلقه نشوفه بيتكلم كتير كده ومتعصب، وشفنا برده ان هو بيوضح شخصيته ان هو لا احنا هنحارب دراجون اللي خلتنا، التنين اللي خلتنا احنا على العرش، وهي اللي مدينا القوه، وان هو على الرغبه الكبيره جدا ان هو يحارب. وفي نفس الوقت شفنا ذكاء رينيرا، ويعني انها نوعا ما الجانب الذكي منها من الاخر يعني، والهادي منها. بس خلاص ده كله هيتغير، وهنشوف من الموسم الثاني جانب تاني خالص من رينيرا مع بقى بدايه الرقصه اللي بنشوف خلاص ان النارو سيد كلها تحت ايد كورليوس، والستيب سونز هو خلاص يعني سيطر عليها وبشكل كبير، واللي رينيس طارت مع لوك وجيس، وطارت عشان خاطر تجيب الجيش بتاعهم كلهم عشان خلاص يروحوا الهان هول عشان يحاصروا ايجون، ونشوف بقى ايه بدايه الحرب، وهيحصل بقى الرقصه دي يعني هنشوف بقى فيها ايه بلاوي وبلاوي. منتظر الموسم الثاني وبشكل كبير جدا وفارغ الصبر بصراحه، هيبقى موسم قوي وموسم رائع جدا جدا. ده كل اللي عايز اقوله في حياتنا النهارده. يا ريت الحلقه عجبتك تعمل لايك وشير للحلقه، يا ريت لو تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان اوصل الاشعار بالحلقه الجديده اول ما تنزل. سيب برضه تتابعنا على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى تيك توك، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله.